ده قوية كابتن خالد. والله هو الهدف جاء خلينا نقول بكل صراحه ضد مجرى اللعب، خاطر ارينا ان غينيا هي اللي كانت ماسكه باول الشوط في توزيعه، ثم اللي اتي من الخلف وتسديده، تفكرنا بالتسديده للمنتخب زامبيا، مباراه زامبيا السنغال، زامبيا السنغال ما اظن، ولا انغولا. في هدف، في هدف كان مانوتشو سجل هدف على الجهه اليسرى، كان الجهة اليسرى مباراه بوركينا فاسو، بوركينا فاسو معناها هي لمس